ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلامة، شوفوا شنو وقع لسائقة سيارة أجرة صغيرة بمدينة الدار البيضاء بعد حادثة سير خطيرة. وقعت حادثة سير مروعة بشارع أفغانستان عمالة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الأحد 12 نوفمبر 2023 بين سيارة من نوع توارق كانت في طريقها إلى عين دياب وسيارة أجرة من الصنف الثاني تابعة للمدار الحضاري لمدينة الدار البيضاء، مما تسبب في إصابة سائق سيارة الأجرة بشكل بليغ، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة لسيارة الأجرة الصغيرة وسيارة أخرى كانت مركونة بالشارع. ونسأل الله السلام للجميع والشفاء العاجل لسائق سيارة الأجرة. هذا وفي سياق متصل، فقد حلت العناصر الأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادثة، حيث جرى نقل السائق على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل تقديم الإسعافات الضرورية له، وذلك لخطورة الإصابة التي تعرض لها. كما تجدر الإشارة إلى أن العناصر الأمنية قد فتحت تحقيقا على خلفية هذه الحادثة المؤسفة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية. صباح الباكر صباحة اليوم، حادث سير خطير في منطقة الحي الحسني، سيارة ديال التوارد بسرعة فائقة بسرعة جنونية دخلات مول طاكسي، الحياة ديالو ما بين الحياة والموت. شارع أفغانستان هذا خويا، شوف 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 شوف